احنا الان في مطار جاتويك في لندن، متجهين الى امستردام ان شاء الله الى المحكمة الدولية. راح نتكلم ان شاء الله عن عدة قضايا، من ضمنها القضايا قضية البحرين. المهم هي قضية البحرين. راح نتكلم عن قضيتنا احنا ايضا كاشخاص كضحايا للتعذيب في البحرين. انا شخصيا انا شاهد احد الاشخاص اللي تم تعذيبهم في البحرين. انا اعتقلت 7 مرات تقريبا في البحرين. اخر مره كانت 2006، استمرت تقريبا 9 شهور في السجن، وتم تعذيبي. وايضا تم تعذيب الاخوه ايضا موجودين معي في السجن. انا شاهد على كل جرائم النظام. ايضا كنت شاهد على جرائم ايضا اللي حدثت في الخارج من اعتداء على الاخوه الشباب. ايضا تم اعتداء علي انا ايضا شخصيا. تم اختطافي من المنزل الى جهه غير معروفه. فبعدين ايضا تم تهديدي وضربي واعتداء علي جنسيا. انا الان متجه ان شاء الله الى 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 الى, الى, الى المحكمه. فراح اسجل هناك ان شاء الله قضيه البحرين الى حتى توصل الى كل العالم، الى كل المحاكم الدوليه، لكي نوقف هذا النظام البائد، النظام الفاسد الذي هتك حرمه المؤمنين وهدم المقدسات. وان شاء الله هذه الجهود لن تقف ان شاء الله، وسوف نستمر في هذا العمل حتى اخر نفس ان شاء الله. هذا النظام بائد وساقط ساقط ان شاء الله. فنحن متجهون الى هذه المحكمه، وكل ثقتنا واملنا بالله ان شاء الله ان جهودنا لن تضيع سدى. وشكرا. Thank you very much.